هي البرجيبية أساسا شنية؟ هو توا دائما هالموضوع هذا احنا حتى في إطار آخر نخرج شوية على الموضوع. اليوم ماشي نحتفلوا بمرور قرن عن تكوين الحزب الدستوري اللي معناها قام بتأسيسه عبد العزيز الثعالبي. وبعض الخيان يقول لك لا احنا جد الدستوريين ماهوش عبد العزيز الثعالبي، هو جد الدستوريين هو الحبيب بورقيبة. هو شنو الفرق بين الحبيب بورقيبة وبين عبد العزيز الثعالبي؟ عبد العزيز الثعالبي لما جاء عام 1920 معناها أقر عناصر الهوية الإسلام والعروبة، ومشينا في الاتجاه هذا ولو أنه وقعت بعدة انتكاسات. لكن لما جاء بورقيبة في سنة 1934 حسم قضية الهوية، وتعرفوا المواقف متاعه في خصوص مقاومة التجنس، مواقفه في خصوص معنا معارضته للمؤتمر الأفخارستي، لكن أضاف إلى الهوية أنه الوسطية والحداثة. اليوم ما نجموش أنه اليوم نخموا على بلاد تكون مستقرة إذا الطبقة الوسطى ضعفناها وتهمجد وأصبحت قريب تلتحق بالطبقات الضعيفة. ولذلك البرجيبية صحيح أنها مقامة على أساس الهوية، لكن لابد من الوسطية والحداثة. وما معنى الحداثة؟ أننا نأخذ المبادئ اللي خذيناها من التراث متاعنا ومن الدين متاعنا ونطوعوها حسب مقتضيات العصر، وما نركبوش على الأحداث، لأن الرئيس الحبيب بورقيبة كل ما كان يلقى آية صريحة أنه يحاول أنه يحترمها وما يتعدهاش، لكن اجتهد عندما تكون ما يسمى بالآيات المتشابهات اللي تفتح باب الاجتهاد. اليوم المجتمع التونسي أصبح مجتمع منقسم، هنالك المحافظون من جهة اللي ناديوا بالرجوع إلى عناصر الهوية والتشبث بها، وهنالك التحديثيون الذين ينادون بحداثة المجتمع التونسي. وهنا هذه المراوحة هي التي تخلط الآن الثنائية داخل المجتمع التونسي. الانتخابات الأخيرة ما حسمتش الجدل هذا بانتصار التيار المحافظ الهوي في تونس. أنا بالنسبة للانتخابات، وأن الشعب التونسي اليوم مع هذا التوجه مع هذا الخيار. الانتخابات الأخيرة 217 نائب لما نجيو نشوفوا نلقاو فيهم تقريبا فوق 80 نائب ينتميوا الى العائله الدستوريه، فهمت؟ وهذوما متوزعين على تقريبا 3 أو 4 احزاب، واحنا اليوم نعيش حتى ازمه داخل العائله الدستوريه. ثم جناح اللي هو متصلب وما زال انه معناها ما يقبلش يعني سياسة التوافق، وبينما جناح آخر يقول لك تونس لا يمكن أن تحكم إلا بالتوافق. وبالتالي اليوم هالتشنج هذا ما زال موجود حتى لدى مجلس النواب، وأعتقد أنه لابد حان الوقت لإجراء مصالحة حقيقية بين كل فئات المجتمع. ولما نقول مصالحة يعني مش معناها أنه ما ثماش محاسبة، لابد، لأن العدالة الانتقالية التي جاء بها الدستور تقوم على أساس الاعتراف بالحقيقة، الاعتذار، التعويض والمصالحة. بدون مصالحة لا نستطيع أن نبني تونس الجديدة.